جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA تأسست عام 1996، وهي تتويج لجهود وخبرات مؤسسة تعليمية وتربوية مرموقة ومشهود لها بالنجاح والتفوق. كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب MSA تعتبر أول كلية تنشأ في الشرق الأوسط. الكلية فريدة من نوعها، الكلية الوحيدة اللي موجودة في المنطقة، بتدرس 6 مجالات في التكنولوجيا الحيوية: التكنولوجيا الحيوية الطبية، التكنولوجيا الحيوية الدوائية، التكنولوجيا الحيوية الزراعية الصناعية، الطب الشرعي، والتكنولوجيا الحيوية البيئية. الطالب بيتخرج بيقدر يشتغل في الست مجالات كلهم، يمكن دوت سبب الهاي ريت اوف امبلويمنت. الكلية كمان بتشوف ايه احدث العلوم الحديثة اللي هي بتبقى موجودة على مستوى عالمي، وبنفتحها للطالب على اساس انه في صورة الكتف كورس، مثلا الخلايا الجذعية واستخدامها في مجالات الطب المختلفة، في مجالات علاج بعض المشاكل الصحية، لوكيميات، اللوكيميا، الدم، مرض السكر الى اخره. ده كورس بيدرس عندنا في الكلية، مش بنلاقيه في اي كلية تانية في مصر. الكلية تم تجهيزها بمعامل وبأدوات ومعدات وأجهزة بحثية ترقى إلى أعلى مستوى، إن الطالب يقدر يعمل الريسيرش، أعضاء هيئة التدريس والباحثين اللي موجودين في الكلية يقدروا يعملوا ريسيرش على أعلى مستوى، ويمكن دوت اللي وصلنا للليفل العالي في الأبحاث اللي اتنشرت في المجلات سواء كانت عالمية أو محلية، إن إحنا معدل البحث العلمي اللي اتنشر عبارة عن 1:4، يعني كل عضو هيئة التدريس تقريبا بيعمل 4 أبحاث في السنة. من ناحية الفعالية التعليمية، احنا بنهتم بالطالب ان احنا مش بس نخليه قادر ان هو ينافس من العلم الى اخره، لا كمان بننمي شخصية الطالب. البروجكت بتاعنا كان الهدف بتاعه ان احنا نطلع دواء جديد ضد السرطان، بالذات سرطان البريست كانسر والكولون كانسر، الليف والبروستيت، هيد اند نيك اند ثايرويد. فاحنا استخدمنا تكنيك اسمه ستراكشر بيست دراج ديزاين علشان نطلع أدوية جديدة. إن شاء الله أنا هسافر هولندا أمثل البحث هناك، وده وتم اختياري من رئيس البحث نفسه بروفيسور عاصف ناجبي من شركة باي ديسكوفري جروب. عشان كده الكلية تبنت مودرن ويز أو مودرن أكتيفيتيز، تيتشينج أند ليرنينج أكتيفيتيز، اللي تخلي الطالب ده انجيج فعلا في العملية التعليمية عن طريق حاجات كتير جدا كلها بيزد على الأونلاين أكتيفيتيز. ازاي نعمل كوميونيكيشن مع الطالب، ازاي نخليه هو يروح يجيب السورس بتاع المعلومه ويتعلمها، ازاي ندخل كل النيو المودرن تكنولوجي والمودرن بيزد على الاي ليرنينج في الكلاس بتاعنا، بحيث ان الطالب بيصحى وينام ويتحرك ويروح ويجي وهو بيتعلم، ازاي اعمل له اكتيفيتي وهو ماشي بيفكر يحلها ازاي، ازاي اعمل له دايما يكون مشغول وفرحان ان يرجع تاني عندي. كل طالب بما من اول يوم دخل في كليه عارفين كويس قوي طبيعه شخصيته، بنبقى فاهمين ايه المشاكل اللي عنده، حتى المشاكل الشخصيه بنشتغل عليها من اول يوم. انت بتبني شخصيه من جديد، انت مش مجرد بتعلم، مش مجرد بتدي معلومات موجوده في الكتب، انت بتدي مهارات محتاجها دلوقتي سوق العمل، انت بتدي اخلاق وبتدي ethics للمهنه اللي هو هيشتغلها، بتدي روح وبتدي حب وانتماء سواء كان للجامعه او للبلد اللي هو هيخدم فيها بعد ما يتخرج. وده كان هدف الأساسي من الكلية، إن احنا نطلع الجيش من العلماء يقدر يخدم مصر في 6 المجالات اللي احنا اتكلمنا فيهم. ابني مصطفى خريج الصرح العظيم ده، أنا يعني حقيقي فخور جدا بالمجال العلمي اللي اختاره ابني، والجو الأسري بتاع الجامعة ومتابعته، متابعة الهيئة التدريسية، كان شيء عظيم.
كلية التكنولوجيا الحيوية لها بارتنر شريك وهي جامعة جرينتش في انجلترا. بقالنا شغالين 12 سنة مع جامعة جرينتش. الطالب لما بيتخرج بياخد شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وبياخد شهادة تانية من جامعة جرينتش. بيقدر الطالب يسافر يستلم الشهادة من هناك، أو بيجي ممثل عن جامعة جرينتش بيسلمه شهادة التخرج هنا في مصر. It's a very beautiful institution with very engaged and engaging students. And the opportunity that I've had to look at the students' work, to meet some of the students, and of course your academics, has been a really lovely experience for me to see how we can help support your students, to see them flourish, to see the enjoyment that they get. And they're rightly very proud of this lovely, lovely institution. أعضاء هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا الحيوية تم اختيارهم بعناية فائقة، على مستوى عالي جدا من الكفاءة والعلم. عندهم خبرة في المجتمع الدولي، عندهم خبرة في الكواليتي أشورنس. مشاريع التخرج في كلية التكنولوجيا الحيوية بتبقى مشروعين، مشروع في السمستر الأولاني ومشروع في السمستر الثاني. طالب بيختار أي مجال من المجالات وبيبتدي يشتغل في المشاريع خارج الكلية، في معامل المراكز البحثية والشركات والمستشفيات وكل العاملين في مجال التكنولوجيا الحيوية في مصر. بنبعت الطلبة عشان يعملوا بعض من أو جزء من مشاريع التخرج. الهدف هنا ان هو يخرج للمجتمع بره، يشوف الامكانيات موجوده بره، الاجهزه القديمه اللي موجوده في المعامل القديمه جدا واماكن البحثيه القديمه، لو الجهاز باظ هيتعامل معاه ازاي، ازاي يطلب ماده كيميائيه ويستنى شويه كتار جدا علشان الماده الكيميائيه ديت ما دخلتش المواني. فلازم يتعامل كراجل عالم في المستقبل، ان احيانا كتيره بيقابل مشاكل فازاي يتكيف معاها ويتعامل معاها. والله هي حاجه مبهره ان الواحد يلاقي ان الشباب بهذه الكفاءة وهذه وان هم قد كده شطار وقد كده نشطة جدا ان هم يعملوا مشروعات التخرج مع اماكن مختلفة، مستوى بجد جدير بالاحترام. انا اول ما قرأت الرسائل يا فندم اللي جيالي عشان احكمها، تصورت لدقائق طويلة انها لمعيدين او مدرسين مساعدين. وفعلا هم البروجيكتس ديت كانت بتبقى دائما على اعلى مستوى، لدرجة ان انا ما بقاش متخيلة ان دوت اندر جراديوت، بتخيل ان هم يستاهلوا يكونوا ماجستير او دكتوراه. فالحقيقة المستوى العلمي والاكاديمي والعملي لنفس الطلبة دول يفوق كتير طلاب البكالوريوس في جامعات اخرى، وان لم يكن يصل الى مرتبة الدراسات العليا المبكرة. فعلا كل الولاد اللي انا عملت معاهم الجرادز اللي فاتت كلها، انا تقريبا ده العاشر سمستر وياهم، لا الولاد حابين الحاجة، رغم ان انا البرانش اللي انا بشتغل فيه مش سهل، لكن الولاد هنا عندهم معلومات عالية، معلومات غزيرة. ان شاء الله ده وعد مني انا شخصيا ان الناس الخريجين باي تكنولوجي ان شاء الله يشتغلوا معانا، ان شاء الله يشتغلوا معانا في الطب الشرعي. احاول بقدر الامكان نخش كذا تشانلز عشان خاطر نغير القوانين فعلا، وطالب باتنور يشتغلوا معانا، لان هم فعلا من اكثر الناس اللي ممكن يشتغلوا معانا. You have access to some internationally leading, indeed world class staff. The dedication of the staff and the leadership of biotechnology is truly outstanding. And I think that both in terms of parents and students, in making the choice to come here, you've made a very good one. How in depth you would like a undergraduate project student to know all of these questions? I mean, we always forget that they are still undergraduate students. They are in the first steps of scientific research, the understanding of what science is, what scientific research is. But for what they do, for the first 4 years that you spend here, I think you have achieved quite a lot. And I am always, as you know, when some of them come to our labs in the UK, you know, I'm very impressed with the way they work, the work ethic, the amount of work. طالب بيتعرض لسوق العمل قبل ما يتخرج من خلال الكورسات ومن خلال التدريب اللي بياخده سواء كان في الصيف او اثناء السنة الدراسية، ومن خلال مشاريع التخرج اللي بيعملها. وده اللي ادى ان معظم
الناس اللي بتحكم مشاريع التخرج او اللي بيجوا يعملوا تحكيم للمشاريع بتاعه الاندستريال بروجكت، الكورس بتاع الاندستريال بروجكت، بيحجزوا الطلبه قبل ما يتخرجوا. بنفتح مجالات تدريب في مصر واحيانا في الدول العربيه واحيانا حتى في الدول الاوروبيه. التدريب الغرض منه ان الطالب يخرج من حياه الجامعه ويبدا يحتك بالمجتمع فيتدرب على حاجه جديده ممكن ما تكونش موجوده في الكليه. I was granted the opportunity to attend the summer training in Greenwich University in UK and it really was a wonderful experience. We've done experiments we've never did before in our own university in Egypt and we've learned new techniques, we've seen new labs, new technologies. الكادتس اللي طلعت من جوه MSA عندنا دلوقتي ناس بتشتغل في سويسرا وناس بتشتغل في ايطاليا ويمكن اصحابكم تعرفينهم منا وريهام وعندنا تيم من الناس اشتغل بره مصر طلعناه من MSA فعلا رافع راس الجامعه وفعلا الولاد دول كويسين جدا. احنا جينا السنه دي استاذنا اداره الجامعه ان احنا هنعمل كولابوريشن مع القصر العيني اسم العرض ان احنا ستيم سيلز اللي احنا قعدنا نجربها في بيتش ديشز وحيوانات ان احنا نبتدي في بني ادمين وفعلا اشتغلنا على حاجات كلها معتمده دوليا يعني مش بنعمل ستيم سيلز غير في حاجات مظبوطه ورحنا لناس عندها كسور، الكسور دي مش بتلم خالص ومحتاجه خلايا جذعيه تملا الديفكتس بتاع الكسور دوت وعملنا كل ده جوه القصر العيني. الطلبه قعدوا معانا كنا بنروح عمليات ويتعاملوا مع اسم العرض. انا شايف ان السيسز اللي انا بشايفها ترقى لمستوى الماستر مستوى رائع جدا في الشغل. انا قدر السعاده اللي النهارده انليمتد لكن حاضر على خاصه بكلمه واحده. The success you achieved make me feel this is a reason to live for. يعني اي واحد يشوف باي معايير اي ستاندر هيبص يلاقي ولادنا مستواهم فعلا عالمي متميز ف بياخدوا الاكسبيرينس ديت من الجامعه سواء اللي هو الساينتفك والاكاديميك ورك بلس ان هنا عندنا اكتيفيتيز كتيره قوي بحيث ان الطالب يبقى عنده شخصيه متوازنه لما بيجي يتخرج. من قلب وسن مصر الزحمة مليان رحمة بتتعلي وبتشيل. أولاً الـ MSA كانت بتسابورت مي دورينج ذا بريفيوس 4 ييرز كانت بتساعدني في الإديوكيشن، كانت بتساعدني نفسياً، كانت بتأهلني بكل الأشكال، كانت بتوفر لنا تدريبات كتير مش بس إن إحنا بناخد سمر هوليدي مثلاً إن إحنا ما بنعملش أي حاجة، لا بالعكس كنا بننزل ترينينجز كتير، كنا بننزل وركشوبس، كنا بنروح مؤتمرات بنمثل فيها الـ MSA زي سول اللي اتعملت من زي سول اللي اتعملت السنة اللي فاتت. والحمد لله احنا في كل مره بناخد اتشيفمنت معين. يعني انا ليا زميلي محمد البتاي كان واخد احسن بوستر، السنه اللي قبليها زميلي عمرو كان واخد احسن برزنتيشن سكيلز. فال ام اس اي بتوفر لنا احسن كوريكولم نقدر ان احنا نطلع بيه. انا لما اتعاملت مع الشركات الاجنبيه ولما كنت بتدرب معاهم هم كانوا من كتر ما هم يعني شايفين المستوى العلمي اللي انا كنت متاهل فيه طلبوا ان يجي يعملوا ورك شوبس في مصر وبالذات في ال ام اس اي.
الام اس اي مختلفه باهتمامها للستودنتس بتوعها، بجد بتقدرهم فعلا، بتدي كل واحد حقه. مش بقول كده وخلاص، انا يعني حصلت معايا كذا تجربه اثبتت لي انه فعلا كل واحد بياخد حقه وكل واحد بياخد على قد مجهوده الحمد لله. في إطار الاتفاقيات عشان نسهل على الطلبة الأماكن اللي ممكن يروح يزوروها والأماكن اللي ممكن يتدربوا فيها والأماكن اللي ممكن يلاقوا فيها وظائف بعد كده، كلية التكنولوجيا الحيوية عملت اتفاقيات كتيرة جدا، من ضمنها اتفاقية مع مركز البحوث الزراعية، اتفاقية مع بنك الخلايا الجزائية، اتفاقية مع المركز المصري للتدريب، الاتفاقية مع المركز القومي للبحوث. في اتفاقيات كتيرة جدا تم توقيعها، ودوت بيسهل تواجد الطلبة وتواجد الكلية في المجتمع العلمي في الأماكن دي. فازت كلية التكنولوجيا الحيوية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي بمليون جنيه لأحد المشاريع البحثية المهتمة بعلاج سرطان الكبد. التيم اللي شغال في البروجكت 80% منه من كلية التكنولوجيا الحيوية، ومعانا أستاذ دكتور كبير قوي من أمريكا، لأن هي الاتفاقية كانت بتشترط أن يكون في حد من الأسامي العريقة أو من العلماء الكبار قوي في أمريكا، فإحنا قدرنا نجيب موافقة من هذا العالم الكبير وخدنا تمويل لمشروع البحث العلمي. بتتطلع الكلية في المستقبل أن يبقى عندها برنامج للدراسات العليا نحقق فيه أهداف ورسائل الخريجين، وبما أن الكلية مجهزة بأعلى الإمكانيات المعملية والعلمية وأعضاء التدريس وكل الإمكانيات المادية متاحة، بإذن الله كلية التكنولوجيا الحيوية هتفضل كلية رقم واحد في مصر وفي الشرق الأوسط.